نفت المملكة العربية السعودية تقارير تحدثت عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي محادثات مع ولي العهد السعودي. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تحدثت عن أن نتنياهو عقد محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد الماضي، وهو ما أكده أيضا أحد أعضاء حكومة نتنياهو، واصفا الاجتماع بالمسألة بالغة الأهمية، بيد أن نتنياهو رفض التعليق على المسألة. ويأتي كل هذا بعد أسابيع من توصل الدولة اليهودية لاتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات العربية المتحدة، واللتين تعدان دولتين حليفتين للمملكة العربية السعودية، فيما تبقى الرياض رافضة للتطبيع متذرعة بضرورة حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أولا. ومع ذلك فقد سمحت إسرائيل مؤخرا بالدخول إلى بعض مجالها الجوي لأول مرة.